نجوم كتير مروا على ملعب التتش، ورموز كتير صنعوا أمجاد مع نادي القرن، لكن في نجوم وضعوا بصمات مختلفة، علشان كده فضل الجمهور متعلق بيهم. ولأن في الأهلي اتعلمنا المبادئ والأخلاق قبل الكورة والبطولات، فنجمنا النهاردة كان مثال يحتذى به في الأخلاق والالتزام. جايين النهاردة علشان نقول شكراً لمسيرة رائعة لنجم كبير. تعالوا معانا النهاردة نزور ونشكر كابتن محمد عادل. النهارده احنا في بيت النجم الاهلاوي الكبير، جايين نرد له جزء من الجميل وجايين نقول له شكرا ونسترجع معاه ذكريات الماضي. كابتن محمد عامر، كابتن محمد يعني منورنا على قناه الاهلي. اهلا بيك يا كابتن اسامه، ومنورني في بيتي وانت والستاف بتاعك كله، وكل سنه وانت طيب بمناسبه شهر رمضان. احنا اللي سعداء ان حضرتك موجود معانا على قناه الاهلي. في البدايه قبل ما نروح بقى للذكريات، ولكن الناس أول ما بيتقال اسم الكابتن محمد عامر يعني بيتقال الالتزام، النظام، الأخلاق. والله ده من فضل الله الحمد لله. يعني أنا يعني اتنشأت في أسرة ريفية في كفر الشيخ، وأبوي وأمي يعني الحمد لله يعني علموني الأدب والأخلاق وربوني تربية كويسة، فطبعا دي كانت متطبعه معايا ونفعتني في الغربه. لان انا لما جيت النادي الاهلي من قبلها وانا في الكليه، كنت في كليه التجاره جامعه الازهر من 71 لغايه ما جيت النادي الاهلي 77، يعني في غربه. فطبعا الحمد لله التربيه يعني صانتني من كل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله يعني ماشيين على هذا الضرب وماشيين بنفس هذا الضرب مع اولادنا. يعني اكيد الاب والام ليهم يعني دور في النشأة الاولى. كابتن محمد عامر مش من القاهره، الاصول اصلا من كفر الشيخ. كفر الشيخ وطبعا التربيه في البيت مهمه جدا يا كابتن اسامه، ودي انت عارفها، ويعني ودي طبعا انت ابو الاخلاق كلها، ويعني كنت نجم كبير في النادي الاهلي برضه. فطبعا انت عارف ان التربيه دي بتبقى مهمه جدا في حياه الانسان، في حياته، في غربته، في معاملته مع الناس، في اتقاء ربنا سبحانه وتعالى. كانت طبعا احنا بدايتنا في كفر الشيخ، وكنت في الناشئين من 10 سنوات و11 سنه لغايه 13 سنه، وبدأت الموهبه تظهر قوي في 14 سنه معايا. وكان مدربي كان خالي، كان هو كان احد لعيبه برضه كفر الشيخ القدامى، من اللعيبه الكويسين جدا. اخوالي الاثنين على فكره كانوا لعيبه كوره في نادي كفر الشيخ. وخالي دوت اتعلمت منه حاجات كتيره قوي، يعني انا فاكرها زي النهارده. حب اللعيبه للمدرب كان موجود، كنا بنروح التدريب عشانه، كنا بنحب نروح للتدريب عشانه، فكان محببنا في التدريب، محببنا في اللعبه نفسها. بغض النظر عن ان اللعبه معاك كموهبه او اي شيء، لكن ممكن موهبه ممكن تكرهها عشان خاطر المعلم بتاعها، لكن هو كان بيحببنا جدا في التدريب، بيحببنا جدا في اللعبه نفسها. لغايه لما بقى سني يعني خدت ثانويه عامه 15 سنه 16 سنه، اتصعدت الفريق الاول. كانت جت بظروفها، انهم عارفين طبعا ان انا كنت موجود في قطاع الناشئين، ومن اللعيبه الواعده اللي هي ممكن تبقى لها مستقبل بمستواي اللي ظاهر في مباريات الناشئين. بس 16 سنه وفريق اول، اكيد الموهبه ملفته للانظار كلها. ما طبعا هو سن كان بدري. هو برضه الظروف ساعدتني وخدمتني في ان هم كانوا رايحين، الفريق كان رايح يلعب ترام، وفريق كفر الشيخ لما كان بيلعب في الدرجه في اللي هو الممتاز بيه دلوقتي، كان في لعيبه كبيره جدا، لعيبه جامده جدا في جيلنا بالذات يا كابتن اسامه. في كل انديه مصر
وكل مراكز شباب مصر كان فيها لعيبه كويسه جدا. يعني المواهب كانت كتيره جدا في مصر. كره الشراب زمان فرقت. لعب في الكره الشراب والاماكن الواسعه اللي قدام كل بيت والحوش بتاع المدرسه. ما برضو خلي بالك الحاجات دي انقرضت. الحوش بنى فيه فصول في المدارس. الاماكن الواسعه اللي كانت قدام كل بيت اتبنى فيها عمارات وبقى المنفس الوحيد لأي حد يلعب كرة إن أهله يودوه النادي، والنادي يعني ساعات معينة، لكن إحنا كنا كل يوم في الشارع وكرة الشراب زي ما بتقول كده، وبنلعب من الصبح لغاية بالليل، نلعب كرة ما بنزهقش. فعشان كده كل واحد كان عنده موهبة بتظهر وبتطلع، غير لما يبقى في موهبة وانت ما يعني ما بتستغلهاش او ما بتنمهاش باللعب وبالنشاط. الموهبة 16 سنة بدأت تظهر، بدأت تلعب في الفريق الاول، بدأت تسمع. منين بقى جت الخطوة؟ مين اللي هيبدأ يشوفك في الاهلي علشان يبدأ بقى الانظار كلها تروح للكابتن محمد عامر علشان يبدأوا يتكلموا عليه في الاهلي؟ هو طبعا انا لما لعبت وانا عندي 16 سنة في كفر الشيخ في الفريق الاول، كنا بنلعب في الممتاز به، وكان الممتاز به فيه طنطا والمنصوره وحرس الحدود زمان كان اسمه السواحل. والترام ده كسب النادي الاهلي زمان، يعني كان فيه لعيبه كبيره في كل الانديه. فانا لعبت لغايه سن 23 سنه. يعني لعبت 7 سنوات في الدرجه الثانيه، يعني ادعكت زي ما بقول، خدت خبره كبيره جدا. وانت عارف دور الدرجة الثانية أصعب من الدور الممتاز، لكن كان فيه هنا صعدنا في خلال ال7 سنوات دول. يعني 5 سنوات في الفريق الأول مع في الدرجة الثانية، وسنتين لعبنا في الدور الممتاز. كفر الشيخ صعدت للدور الممتاز، لعبت سنتين في الدور الممتاز. قبل السنتين دول كان في محطة ليا، كان كابتن طه إسماعيل ربنا يديله الصحة، كان مدرب منتخب مصر المدارس، وكان بيجمع لعيبة عشان يروح يلعب دورة دولية في اسكندرية، كان فيها الكويت والسعودية والصومال وأثيوبيا، كانت دورة قوية جدا. لفت نظر وحضرتك بتتكلم يعني مدرب منتخب مصر للمدارس، يعني الفكرة حضرتك بتقولها ان المدارس هي اللي كانت بتطلع المواهب والشوارع هي اللي بتطلع المواهب. احنا في المدرسة كان